اليوم 26 من سبتمبر أيلول من عام 1973، 10 أيام فقط هي المسافة المتبقية لرفع العلم المصري فوق الضفة الشرقية للقناة. الصحف المصرية تغطي لقاء الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية بالخريجين الجدد من الضباط الطيارين والملاحين، قائلا لهم إنهم سينضمون إلى صفوف القوات المسلحة على طريق الإعداد لمعركة تواجه فيها مصر عدوا شرسا تسنده الولايات المتحدة الأمريكية، دون مراعاة لحق الشعوب في تقرير مصيرها والحفاظ على استقلالها. في المقابل، بمنشط أحمر في صحيفة الجمهورية، الرئيس الأمريكي نيكسون يبلغ إسرائيل بأنها ستكون حمقاء إن تخلت عن الجزء العربي من القدس للعرب. كما نقلت الصحف المصرية تصريحات أندري غروميكو وزير الخارجية السوفيتية، الذي طالب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بانسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي العربية المحتلة واحترام حقوق الشعوب في الشرق الأوسط ومنهم الشعب العربي في فلسطين. بدت المواقف الدولية متباينة إلى أقصى درجة. وفي الصحافة الاقتصادية، نقلت الصحف المصرية ما سمته بانتفاضة الدول العربية على الاتفاقيات القديمة مع شركات البترول العالمية للمطالبة بحق 51% من الأسهم بدلاً من النسب المجحفة التي لا تتجاوز 25%. على الصعيد الفني، كان التلفزيون المصري يستعد لموسم رمضان. رصدت الجمهورية تفاصيل مهرجان الأعمال الفنية الكبير الذي سيقدم طيلة الشهر الكريم من مسلسلات وبرامج في الإذاعة والتلفزيون. ورياضياً، رصدت الجمهورية تدريبات الزمالك استعدادا لملاقاة دمياط في المباراة التي سيشارك فيها نجوم الجيل الذهبي للقلعة البيضاء فاروق جعفر والخواجة وحمادة إمام. هكذا تنوعت الأخبار مع تزامن دخول شهر رمضان المعظم، وبدأ أن أحدا من المصريين لم يظن أننا نقترب من لحظة الحسم والعبور.